زي ما قلت لكم التكريم دايما حلو، والتكريم كمان بيبقى في مجالات مختلفة وبيدي لأكتر من فئة تكريم. هروح دلوقتي إلى لاعبة كرة قدم تم تكريمها، وهي الأستاذة علياء ثابت، عضو برلمان الشباب ولاعبة كرة قدم. وخليني أعرف منها، مساء الخير أستاذة علياء. مساء الخير عليكي أو مذيعتنا كابتن، الجميلة. مساء الخير كابتن على علياء، شعب مصر خليني كله. كابتن علياء. أكيد بتحبي تقولي يا حبيبي، يقولوا لك يا كابتن علياء. لا أي حاجة تحت أمر حضرتك، أي حاجة تتقال. احنا في كل المجالات، قلت لي كابتن، قلت لي أستاذة، قلت لي أي حاجة، احنا كل المجالات احنا فيها. جميل. طيب قولي لي، يعني أنا شايفاكي في التكريم مع سيادة الرئيس، كنت متوقعة التكريم من النهاردة؟ لا طبعا ما كنتش متوقعه، هي كانت امنيه من امنيات حياتي، كان حلم كان نفسي احققه ان انا اشوف سياده الرئيس على الحقيقه، مش ان انا اتصور ولا ان انا اتكرم او ان انا اسلم عليه. ده طبعا كان حلم بعيد وكان نفسي اوصل له، وكان عندي احساس ان انا اوصل له، لان في حب كبير جدا لسياده الرئيس، ويعني حب كده مش كرئيس، لا كحد كانه قريبك كانه والدك رب الأسرة. بالظبط جدا. لان احنا لما انا كنت يعني لسه طالعه كده في ابتدائي ولسه بشوف الدنيا، كانت ايام الثوره، أيوة كنا شايفين كنا شايفين كل حاجه على ارض الواقع بتحصل حوالينا قدامنا. شفنا مين اللي بيخرب، ومين اللي مين الامن، ومين اللي بيشيل مين اللي بيشيل كل العقوبات اللي كانت بتقابلنا، مين اللي حارب عشاننا، مين مين اللي اللي وقف بياخد معانا، الراية مين اللي وبيرفعها اتحدى عشاننا. فشفناه فحبيناه من واحنا صغرنا يعني، أيوة فاهماني؟ فضلت احبه لغايه ما كل ما انا شايفه تطور، مش شايفه حاجه وحشه، أيوة واي حاجه كنا بنشوفها من الجزء طبعا اللي كان سلبي، ده كان فكر متجه وفكر متوجه وفكر مرتزقه وفكر تاني ما كناش برضو نسمع له، عشان كان الاعلام برضو بيوضح الحقيقه، طبعا. وبرضو طب احنا كنا بنشوف كل حاجه على ارض الواقع، يعني ما كانش في جميل، حاجه انا مستخبيه. سعيده انه حلمك اتحقق بالتكريم وانك طبعا قابلتي سياده الرئيس اتحقق، ويعني كان النهارده. اجمل يوم، وكان عيد بالنسبه لنا، يعني يوم عظيم وشرف عظيم جدا لمحافظة سوهاج وللصعيد كله، يعني كان عيد بجد بجد الناس يعني. بتهيألي في البيوت كلها فرحانه النهارده، كان عندكم طبعا عيد، يعني انا طبعا شايفه طبعا كان الزغاريد عيد واستقبال بجد، الرئيس بالزغاريد وبالبهجه، ويعني وفعلا انتوا النهارده كنتوا في عيد يعني. طبعا طبعا انا احب من خلال يعني برنامج حضرتك تسمحي لي ان انا اشكره سيادة الرئيس على الجهود العظيمة والعمل الجبار والنجاح اللي بنشوفه في الصعيد كله، مش في الصعيد بس، ده في الجمهورية كلها. الرجل العظيم، الرجل القوي، الأب اللي قبل ما يكون رئيس هو إنسان، اه إنسان اكيد معانا، اللي فعلا طلع قد الأمانة وقد المسؤولية وقد التحدي، شيء اللي احنا جميل. لولاه ما كناش أصلا واقفين الوقفة دي، ايوه لولاه بجد ما كناش كنا هنبقى في عالم تاني، الحمد كنا نبقى لله في حتة الحمد تانية. لله يعني احنا في الحمد أمان لله دلوقتي، علياء. طبعا ما كناش نتخيل ان احنا هنوصل له بجد بجد. انا عايزه مشكورة اعرف جدا. بس عشان الحوار ما ياخدناش، انت بتلعبي ايه يعني، انت جول ولا دفاع ولا هجوم ولا ايه؟ لا انا بلعب، انا حارس مرمى، انا حارس مرمى. يعني كنت في تمام الاول لاعبه، ودلوقتي بقيت حارس مرمى في منتخب مصر، والحمد لله يعني وصلت للمكان ده من قريب، وبفضل طبعا كل اللي كان بيساعدنا في المجال الرياضي في سوهاج، وما كانش فيه بعد عن الرياضه في سوهاج، بالعكس الدكتور اشرف صبحي كان يعني كان دايما مسلط الضوء على الصعيد، ودايما كنا بنشارك في الجامعات أولمبيات الفتاة الجامعية كل سنة. ده شيء جميل. أنا سعيدة إن أنا بتكلم مع لاعبة كرة قدم جول كيبر جامدة جدا. إن شاء الله يا علياء تكملي وتحققي كل أحلامك، وأنا بحب جدا لما الفتاة تكون رياضية، الرياضة دي حاجة مهمة للغاية يعني. علياء ثابت، عضو برلمان الشباب، لاعبة كرة القدم اللي تم تكريمها، بشكرك شكرا جزيلا يا علياء، وإلى الأمام دايما.